السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة معادلة كلية التجارة، معكم محمد نور الدين الغندور. إن شاء الله النهاردة هناخد تدريبات على الدرس الأول في الوحدة الأولى، أول درس في المنهج اللي هي تدريبات إيه؟ على درس موقع مصر. قبل ما نبدأ بس في حلنا إن شاء الله، يا ريت الناس تعمل سبسكرايب اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، ويا ريت نعمل لايك للفيديو. الفيديو دوت أسئلة وتدريبات على إيه؟ على موقع مصر اللي هو الدرس الأول. طب فين الشرح؟ أنا الشرح إيه؟ شرحت الدرس دوت، وهسيب اللينك بتاعه أو هسيب الرابط بتاعه في وصف الفيديو تحت عشان اللي عايز يرجع للإيه؟ للشرح بتاع موقع مصر بتاع الدرس الأول. تعالى نبدأ كده مع بعض، نقول بسم الله. ده كده أول سؤال معانا، تقع مصر في نقط أفريقيا، في شمال غرب ولا شمال شرق ولا جنوب غرب ولا جنوب شرق؟ طبعا في شمال ايه؟ شرق افريقيا. اوريكم الخريطة. الخريطة ديت الخريطة ديت اي مصر فعلا موجودة فين؟ في شمال شرق افريقيا. في شمال شرق ايه؟ افريقيا. دي افريقيا اهيت، طبعا الشمال اللي هو فوق وجهة اليمين كده اللي هو الشرق، يبقى شمال شرق ايه؟ افريقيا. هنرجع للسؤال التاني، بيقول لك تقع مصر بين دائرتي عرض كام؟ احنا قلنا دائرتي عرض، مصر تقع بين دائرتي عرض كام؟ 22 شمالا، 31 درجة و36 دقيقة شمالا، تمام، ولا 25 شرقا و37 شرقا طبعا، ولا 18 و30، ولا 30 وايه و40، تمام. طبعا لا، هي 22 شمالا، 31 درجة و36 دقيقة برضو ايه شمالا، يعني ممكن نبقى نكتب كده جنبيها ايه شمال، تمام. دي دائرتي ايه عرض، تمام، دائرتي عرض. طيب تعالى نشوفها على الخريطة برضو تاني، تمام. ادي الخريطه اهيت، مصر تقع المفروض الخريطه دي هنلاحظ كده من تحت، ال 22 شمالا اهيت اللي هو الجزء ده اللي بالعرض خط ده، 31 و36 دقيقه اللي هي المفروض هتبقى فوق ده 30 31، وفي جزء اهوت 36 دقيقه، يعني حوالي نص تقريبا، يبقى 31 ونص او 31 و36 اللي هو طبعا دائره العرض اللي ايه هتبقى بشكل عرضي من هنا من فوق. طيب تعال نشوف اللي بعده، بيكلمنا على مصر تقع بين خطي طول كام؟ مصر تقع بين خطي طول كام؟ ايوه 25 و37 ايه؟ شرقا. طب ودي جبناها منين؟ طبعا كل الكلام ده مشروح قبل كده، يا ريت الناس ترجع للفيديو اللي بتاع الشرح، هتلاقي ليه الموضوع سهل جدا معاكم. تعالى بص كده مع بعض، ايه الخط الطول؟ خط الطول دوت اهوت اللي هو ده خط طول، ده 25. طب فين 25؟ مش مكتوبه ليه؟ بس هو اهوت ماشي كل رقمين، ادي 26 قبلها على طول 5 وايه؟ 20، هتلاحظوا 28. طب لغايه فين بقى؟ لغايه 37، 36 هي بعديها 37، يبقى حوالي حوالي زي ما قلنا كده من 25 لغايه 37. طب بنعمل ايه عشان نعرف كام ده خط طول؟ هنطرح 37 من 25 هيطلع لنا 12 خط طول، وده هيبقى سؤال بعد كده موجود معانا، تمام. يبقى كده هنلاحظ مع بعض، طبعا الاجابه هنا ده بتقع مصر بين ايه؟ خطي طول 25 شرقا و37 ايه؟ شرقا. تمتد مصر في دوائر عرض، كم دايرة عرض مصر؟ احنا لسه قايلين دلوقتي مصر 22 درجة و31 درجة و36 دقيقة، يعني ما يقرب من 9 درجات ونصف، بنقول مجازا ايه او تقريبا ايه 10، تمام. طب تمتد مصر في عدد خطوط طول كام؟ احنا لسه قايلينها وطرحنا 37 ناقص 25 تبقى 12 ايه خط طول، جميل. تمتلك مصر برزخ نقط بين قارتين اسيا، طبعا تكملت السؤال هنا، بين قارتين هي اسيا وايه وافريقيا. برزخ اسمه ايه؟ اسمه برزخ السويس، وده احنا شرحناه بشكل واضح جدا، قلنا ان برزخ السويس ده اللي هو موجود فين؟ هتلاحظوا هنا، ادي خليج السويس اهوت، وادي ايه البحر الاحمر، الجزء ده بنسميه برزخ، اللي هو الجزء اليابس او الارض اللي ما بين ايه منطقتين مائيتين، البحر المتوسط والخليج الايه ده اسمه برزخ، الحته اللي في النص دي. طبعا بعد كده احنا عملنا في البرزخ ده قناه الايه، حفرنا قناة السويس، تمام. الموقع بالنسبة لخطوط الطول دوائر العرض، طبعا احنا قايلينها اللي هي الموقع الفلكي. طب الموقع بالنسبة ليابس الماء اللي هو الموقع الجغرافي، جميل. يصب نهر النيل فين؟ طبعا نهر النيل بيصب في البحر، ايوه في البحر المتوسط. طيب احنا كلنا عارفين ان نهر النيل، لاحظين ده نهر النيل جاي من جنوب، بيصب فين في الاخر؟ في البحر المتوسط عن طريق فرعي دمياط وايه ورشيد، تمام كده. طيب السؤال اللي بعده، ينبع نهر النيل من هضبة ايه؟ دي احنا قلناها احنا بنشرح، قلنا بينبع من هضبتين، هضبة الايه؟ بحيرات الاستوائية،
وهضبة الايه؟ وهضبة وهضبة الحبشة، تمام كده؟ يبقى كده الإجابة طبعا في الاختيارات عندنا هنا بحيرات الاستواء. أقدم قناة تم حفرها وتصل البحر الأحمر بالمتوسط عن طريق نهر النيل، القناة دي اللي احنا سميناها قناة ايه؟ سيزو ستريس، تمام برافو. أو ليها اسم تاني قناة نخاو، أو سميت في العصر الإسلامي بقناة أمير الايه؟ أمير المؤمنين، لأنها ردمت وأعيد ايه حفرها مرة أخرى. يبقى احنا عرفنا ثلاث أسماء لإيه؟ لقناة سيزو ستريس. طب فين هي ديت؟ طبعا احنا لو رجعنا كده في خريطة هنا في نفس ال، بص كده معايا خريطة فوق هنا اهيت، أيوه اللي هي دي قناة سيزو ستريس، ده خليج السويس اهوت اللي جزء من البحر الأحمر، شايفين أدي قناة سيزو ستريس اهوت رابطة البحر الأحمر بالإيه؟ بنهر النيل بالبحر الإيه؟ المتوسط. طيب جميل، نرجع تاني للسؤال اللي بعده. تم إعادة حفر قناة سيزو ستريس، احنا لسه قايلين الإجابة اهوت، في العصر الإسلامي وسميت باسم قناة أمير الإيه؟ المؤمنين. تم افتتاح قناة السويس بقى. قناة السويس طبعا احنا قناة السويس ايه فين قناة السويس ديت؟ ادي احنا ده خليج السويس اهوت، وادي البحر المتوسط اهوت، ادي قناة السويس اهيت. ديت تم افتتاحها 1869، 1869 طبعا هي ما كانتش موجودة وتم حفرها، تمام، وتم افتتاحها 1869. استقبلت مصر هجرات من جنوب غرب اسيا وهضبة الاناضول، تمام، في الجزء بتاع جنوب غرب اسيا عن طريق مين بقى؟ جم منين؟ احنا جايين من جنوب غرب اسيا، فين جنوب غرب اسيا؟ طبعا ادي اسيا اهيت، طبعا ده مش ده جزء من اسيا، جنوب غرب اسيا يعني جايين من الجزء ده كده. مين اللي جايين من هنا كده المنظر ده؟ تمام، عندنا احنا عارفين ان في سلالتين جم مصر، تمام، هم هو السؤال هنا بيقول لك جم عن طريق ايه؟ جم عن طريق شمال سيناء وبرزخ السويس، لان هم عدوا هنا او عدوا هنا، جم من هنا فعدوا على شبه جزيره سيناء وبعد ايه برزخ السويس، تمام. عندنا في سلالتين بقى بالمرة بقى، عشان هيجي كمان شوية سؤال على الجزء ده، اللي في سلالتين عندنا جم ايه؟ جم في مصر، سلالة جاية، سلالة اسمها البحر المتوسط، وسلالة جت من جنوب غرب اسيا من هنا اسمها سميناها ايه؟ سلالة الجيزاوية، تمام؟ طيب السلالة بتاع البحر المتوسط دوت ليها تمثال اسمه تمثال يمثلها تمثال رمسيس، السلالة اللي جت من هنا اللي من جنوب غرب اسيا ديت اسمها سلالة، سميت بسلالة الجيزاوية نسبة إلى أهرام الجيزة لما جم استقروا هناك. جميل كده، دول طبعا السلاله دي بتاع البحر المتوسط اللي جايه منين؟ اللي هي سلاله البحر المتوسط دي سلاله بتتميز بايه؟ بالوجه الرفيع، القامه المتوسطه طول يعني المتوسط، والنحافه. لكن اللي جايه من اللي هي الجيزاويه اللي جايه من جنوب شرق اسيا بيقول لك كتف عريض، عريض المنكبين، تمام، قامه يعني قصيره، مقتنز يعني تحس اللي هو مدملك كده، تمام، ديت ايه؟ ديت اللي هي السلالة الجيزاوية. طب احنا قلنا المعلومة ديت لان هيجي كان فيها كمان سؤال كمان شوية. طيب اهوت هو السؤال اللي جاي ده، استقبلت مصر هجرات من جنوب غرب اسيا وسميت بالسلالة الجيزاوية، سامع حد بيقول اهوت، تمام، سلالة البحر المتوسط يمثلها تمثال ايه؟ رمسيس. امال السلالة الجيزاوية ده يمثلها تمثال ايه؟ اسمه الكاتب القرفصاء، تمام، تمثال الكاتب القرفصاء، تمام. طيب سلالة تمتاز بالبشرة السمراء والرأس الطويلة، احنا لسه قايلينها دلوقتي اللي هي البحر الايه؟ سلالة البحر المتوسط. سلالة تمتاز بالرأس العريضة اللي هي السلالة الجيزاوية. جميل جدا، هنخش على اللي بعده. بعد حفر قناة السويس تم إنشاء مدن هامة، طبعا المدن الهامة هي الإسماعيلية والقنطرة وبورسعيد كل ما سبق، دي كانت موجودة في الشرح واحنا بنشرح. يصب نهر النيل في البحر المتوسط، هو نهر النيل جاي منين؟ من الجنوب، ويصب فين؟ في الشمال، فين بقى؟ في البحر المتوسط. يبقى هي يصب نهر النيل في البحر المتوسط اللي موجود في الشمال، لكن هو اتجاه نهر النيل جاي منين؟ جاي من الجنوب للشمال، وبيصب فين؟ في البحر المتوسط اللي موجود في الشمال، واضحه كده؟ عندنا هجرات جت لمصر، اكبر هجرتين هو جه في العصر المسيحي، وجه برضه في العصر العربي او العصر الايه؟ العصر الاسلامي، تمام، اللي هو هجرة الايه؟ العرب. يبقى كده عندنا هجرتين كبار جدا. طبعا في الاختيارات هنا مش موجودة للمسيحي، فهنختار المسيحي. مدينة الاسكندرية مين اللي انشأها؟ الاسكندر الأكبر. يبقى مدينة الاسكندرية اللي انشأها مين؟ الاسكندر الأكبر. تم فتح مصر على يد المسلمين على يد القائد مين؟ على يد القائد عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص هو اللي فتح الايه؟ مصر. تم فتح مصر على يد المسلمين عام 640 قبل الميلاد، لا 640 ميلادية، 640 ايه؟
ميلادي كانت مصر احدى منارات العلم على البحر الايه؟ طبعا مصر على البحر المتوسط. ليه؟ لان هي اصلا كانت ايه، اسكندرية هي اللي كانت العاصمة، فبالتالي كانت منارات العلم اللي موجودة كانت موجودة على البحر المتوسط. تمام. شقت قناة السويس، قناة طرق تربط بين نهر النيل عند القاهرة ورأس خليج السويس، احنا لسه قايلينها من شوية، قناة سيزيو سريس، حتى جبنا الخريطة بتاعتها. يقترب نهر النيل بقى هنا، يقترب نهر النيل يقترب نهر النيل اقترابا شديدا من البحر الأحمر في منطقتين. هما مين بقى المنطقتين دول؟ المنطقتين دول لو جبنا الخريطة كده، وبيقول لك نهر النيل والبحر الايه، ادي نهر النيل اهوت البحر الاحمر. نهر النيل قرب من البحر الاحمر عند مين؟ عند انا. ليه؟ لان فيه ثانيه انا، هيت تعرج بتاع انا ده، فهو قرب هنا من البحر الاحمر. وايه تاني؟ ومنطقه التفرع اللي هو بتاعت ايه، فرعي فرع منطقه التفرع بتاع الدلتا اللي هو عند فرع دمياط كده، شايفين كده المكان قرب شويه. يبقى دي كده الاجابه، يبقى الاجابه هنا هتبقى ثانيه انا ومنطقة تفرع النيل اللي هو ايه، اللي هي عند محافظة القاهرة. منطقة تفرع النيل ديت هي القاهرة، ودي اللي كانت تسيطر مصر على طرق تجارية هامة، هما طريق برزخ السويس ألف، ولا طريق نهر النيل والبحر الأحمر، ولا ساحل البحر المتوسط الشرقي؟ لا، هو ألف وب مع د. تمام. طبعا ساحل البحر المتوسط الشرقي ده دي بلاد الشام. تحولت مصر من اللسان الاغريقي، طبعا احنا عارفين ان مصر كانت لسان فرعوني، وبعد كده بقت اغريقي في العصر المسيحي، وبعد كده جاء بقى ايه، يبقى لسانها عربي في العصر الاسلامي. تمام. لما فتح ايه عمرو بن العاص، تحولت الى العصر الايه، الى اللسان العربي، الى اللسان الايه، العربي. السلاله الجيزويه يمثلها تمثال، السلاله الجيزويه طبعا الاختيارات هنا فيها مشكله، هو يمثلها تمثال الكاتب القرفصاء، يعني المفروض الاختيارات دي كانت الكاتب القرفصاء. تمام. هو الإجابة إيه؟ الإجابة الكاتب القرفصاء. طبعا الاختيارات كان هيبقى مثلا فيها برضو تمثال رمسيس، وبقى بعض الاختيارات التانية، بس هي الإجابة هتبقى الإيه؟ كاتب القرفصاء. تمام كده؟ طيب ده علامة صح أو خطأ. تمام. يعني الامتحان أصلا بيجي لنا في امتحان المعادلة بيجي لنا اختياري أو صح وغلط. تعتبر مصر ملتقى قارة آسيا وأفريقيا وتمتلك برزخ السويس، صح؟ احنا لسه قايلين من شوية اللي مصر مرتقى ما بين قارة ايه؟ آسيا وأفريقيا، قلناها في الشرح. لم تحتفظ مصر بشخصيتها لفترات مديدة من تاريخها، طبعا غلط، لأن مصر احتفظت ايه؟ بشخصيتها فترات مديدة. يعني ايه احتفظ بشخصيتها؟ يعني كانت بتفضل، يعني كان يصعب على العدو ان هو يخترقها. ليه؟ لأن كان بيبقى في صحاري، الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء، فكان بيبقى في صعوبة في ان ايه؟ في ان العدو يخترقها. تمام. اكبر الهجرات في العصر المسيحي، طبعا هو اكبر الهجرات فعلا كانت فين؟ في العصر دي المسيحي. تمام. طبعا التاريخ ده مش موجود دلوقتي في الكتاب يعني. طيب ينبع نهر النيل من هضبتي البحيرات الاستوائيه والهضبه الحبشيه، صح، لسه قايلينها من شويه في الاختيار. مصر مناخه، مناخ مصر مناخ استوائي، طبعا غلط، لان مناخ مصر مناخ صحراوي، معظم مساحه مصر مناخ صحراوي، وجزء منها مناخ بحر متوسط. يبقى انا كده عندي مناخ صحراوي وبحر ايه، متوسط، او اقليم صحراوي واقليم بحر متوسط. تمام. تعتبر تركيبه السكان المصريين من سلاله البحر المتوسط فقط. انا سامع حد بيقول اهوت مصر لسه شارحها، طبعا الاجابه خطا، لان احنا قايلين سلاله البحر المتوسط والسلاله الجيزاويه. سادت اللغه العربيه بعد عده قرون من الفتح الايه، العربي. تمام. هي طبعا سادت اللغه العربيه خلاص من ساعه فتح الايه، الفتح العربي الاسلامي، سادت اللغه العربيه. أصبحت مصر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بفضل الإيه؟ الأزهر الشريف، مركز للغة العربية، طبعًا صح، لأن الأزهر الشريف ليه دور كبير جدًا في نشر الثقافة العربية والثقافة الإيه؟ أو في الثقافة الإسلامية واللغة العربية. تمام؟ القدماء المصريين أول من أنشأوا دولة قومية متماسكة، صح؟ تمام؟ وده إمتى؟ ده في طبعًا في أيام الفراعنة، لما مينا وحد القطرين، الملك مينا وحد القطرين. مصر في قلب العالم العربي ولم تقوم، طبعا هي مصر في قلب العالم العربي صح، لكن لم تقوم بدور الرائد في نشر العلم الحديث، طبعا غلط، يبقى الإجابة خطأ. تمام.
تمام، طالما نص الاجابه يعني مصر في قلب العالم العربي، لو قالت دي بس كده يبقى صح، لكن لو اتقالت دي معاها ولم تقوم بدور الرائد في نشر العلم الحديث دي خطأ. لا يؤثر موقع مصر الفلكي في مناخها او في مناخ العام، طبعا غلط، لان الموقع الفلكي اللي هو ايه، مصر تقع بين دايرتي عرض 22 شمالا 31 درجه و36 دقيقه شمالا، ده الموقع الفلكي دوت خلاها تقع في معظم مساحتها فين، في الاقليم الصحراوي، وجزء منه فين، في الاقليم البحر المتوسط. يبقى الاجابه هنا خطأ، المفروض اللي هو يؤثر موقع مصر الفلكي في مناخ ايه. اتمنى اكون استفدت من المراجعه البسيطه دي او حل الاسئله البسيط ده الخاص بالدرس الاول. ان شاء الله يا ريت الناس تتابعني درس، انا هنزل درس وبعده اسئله، تمام، الناس تتابعني درس هتلاقي الموضوع في الجغرافيا سهل جدا ومفيش اي صعوبه، تمام، واتمنى التوفيق لجميع طلابنا، جميع كل الطلاب اللي موجودين في المعادله اتمنى التوفيق ليهم. كان معكم محمد نور الدين الغندور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.